ذات صباح كان هناك دب صغير جميل اسمه تيدي، كان في طريقه إلى البيت من المدرسة. واو مذهل، حصلت على النقاط الخمس. لابد من أن الأستاذ أحب واجبي المدرسي. ماضي مسكين، أعرف سأواسيه. أوه لا، حصلت فقط على 3 نقاط من أصل 5. والآن سأقوم بمزحتي المضحكة. كان عليك أن ترى وجهك. أصحيح أنك نلت 3 نقاط فقط؟ ها؟ هاي! كف عن هذا، لا يمكنك الإمساك بي. هيا تيدي، حصل معي على 3 نقاط. أريد دفتري. للأسف لست ذكيا مثلي مع 5 نقاط. حصلت على 3 نقاط فقط. 3 نقاط. لا 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 لا. واو، إنها كرة جميلة. ماد، هذه الكرة مدهشة. انظر إلى ما يمكنني فعله. سأستعيرها منك يوما ما ويمكننا اللعب. مستحيل. مستحيل. ماذا لو أنجزت فروضك؟ عندها يمكنك اللعب. ها؟ لا أعرف، الفرض الذي أعطانا إياه الأستاذ صعب جدا. لا تقلق حيال ذلك، إنه سهل بالنسبة إلي. هاي تيدي، هل أنت متأكد من أنك تستطيع إنجازه؟ اهدأ، ثق بي ماد. لا 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 لا. رائع، لماذا سألعب الآن؟ إن رآني أخي فسيجعلني أنجز فروضي قبل أن ألعب بالكرة. تيدي، أين أنت ذاهب مع الكرة؟ من أنا؟ أنا ذاهب للعب بها قليلاً قبل البدء بفروضي. أستذهب للعب قبل إنجاز فروضك؟ بارني، بارني. ماذا هناك؟ احذر من حصل على 5 نقاط كاملة. يجب أن تخجل، أنت لا تستحق تلك العلامة. بقيت تلعب إلى وقت متأخر كما تفعل كل ليلة ولم تنهي فرضك. لو لم أنهيه بالنيابة عنك لما أنجزته على الإطلاق. ما هو شعور أستاذك؟ لست مسليا يا أخي، أنت تقلق وتعمل كثيرا. أتفهم قصدي؟ تيدي. هيا أخي، كن لطيفا وأنجز لي فرضي هذه المرة فقط. ماذا؟ مستحيل، إن لم تنجزه بنفسك فلن تتعلم شيئا. 15+7. هل 5+7 تحمل 1 أم 2؟ أو هذه المسألة صعبة، لن أحلها أبداً. هاي، لكن تيدي قال أنه سيساعدني. علي الذهاب إلى هناك. من المضجر البقاء في المنزل للدرس بينما لدي كرة جديدة في انتظاري. ربما أخرج لبرهة. عندما أنتهي من إنجاز فروضي سيكون الوقت متأخراً. تيدي، هل انتهيت أم إنك تعبث؟ هل تحرز تقدماً؟ لا، ليس بعد. هذه العملية الحسابية معقدة. تابع المحاولة، لما لا تستعمل الكستناء لمساعدتك في العد؟ الكستناء؟ لقد أكلت نصفها. إن أضفت 1 أكون قد أكلت 6، و1 بعد 7، و8، 12. هل نجحت في جمع الأرقام؟ 2 بعد 1، 11. ليس لدي فكرة، أكلت المسألة كلها. كيف يمكنني أن أحل؟
بطني. إذن ما هو الجواب؟ لقد أكلت كثيرا. ولكن تيدي ماذا قلت؟ سأدعي أنني أشعر بألم في معدتي. لا، بطني. ما المشكلة في بطنك؟ إنه يؤلمني، يؤلمني. هو آت، يؤلمني. لا، أكلت كل هذه الكستناء بسرعة، سأتصل بالطبيب. لا أريد طبيبا، أشعر بتحسن. أنت متأكد؟ اهدأ، أنت بحاجة إلى الراحة. لكن بارني فرضي، علي إنهاءه، سأنجزه الآن. أعرف أنه من المستحيل أن ينهي فرضه الآن، لا يجدر بذلك، لكن لا مشكلة إن أنجزته هذه المرة. مدهش، لا مزيد من الرياضيات لي. آمل أن يساعدني تيدي في إنجاز هذا الفرض. إن لم تنجز فروضك بنفسك فلن تتعلم شيئاً. الأستاذ على حق، من المهم أن أنجزه بنفسي. نعم، هل أنهيتهم جميعهم؟ نعم، أخي هو الأفضل على الإطلاق. يعيش أخي بارني. لقد تحسنت بسرعة. أنا أسأل شفيت سريعاً. إن خدعتني فستندم. يبدو أن ألم معدتي لم يكن بالسوء الذي ظننته. مجموع 16 زائدا 17 هو نجحت. من هذا؟ حسنا، والآن من يريد أن يكتب فرض ليلة أمس على اللوح؟ أنا أريد يا أستاذ، أنا أرجوك. أنا أود أن يأتي ماد ليشرح الفرض للصف. حاضر. تيدي، رأيت ما كتبه، هل إجابته صحيحة؟ تبدو كذلك. جيد، أنا سعيد للغاية لأنكم جميعكم أنجزتم واجباتكم المدرسية بنجاح، أنا فخور بكم. في رأيي تيدي وماد هما الأفضل في الصف. الأستاذ فخور جدا بهما. لا، لا أفهم شيئا، ماذا سأفعل؟ سأفشل في الامتحان. لما جعلت أخي ينجز فرضي بكامله؟ أنا في موقف حرج، وماذا أفعل؟ فلنرى، 7+2 -4، سأعدها على أصابعي، 4, 3, 2, 1, 10, 20, 30. أنا لا أعرف الإجابة، ربما يمكنني أن أغش. ترودي، أعطيني فرصة، أحتاج إلى المساعدة، دعني أنقل أجوبة. دعني وشأني تيدي. أيها الأستاذ، تيدي يضايقني. تيدي، ماذا تفعل؟ دعها تركز. نعم حاضر. مهلا، إن استطعت أن أبعد أذنيها. لقد سلم الجميع أوراقهم. انتهيت، هذا هو الجواب. لقد انتهيت أخيرا. يبدو هذا جيدا. هاي يا صديقي، يا صديقي اسمع. هاي 11 12. يبدو هذا جيدا. حان الوقت لتسلم ورقتك. م?
تيدي لم تجب على أي مسألة، إنها المسائل عينها التي أنجزتها في الفرض المنزلي. لم أنجز شيئا من فرض بنفسي. ماذا؟ أوه لا، هذا تيدي؟ ماذا حصل؟ ربما الامتحان لن يكون جيدا. إن لم تنجز فروضك بنفسك فلن تتعلم شيئا. علي إنجاز فروضي بنفسي. تصرفت بغباء عندما جعلت بارني ينجز فروضي. أردت مساعدتك فحسب، لكني أخطأت حين اقترحت أن أنجز فرضك بالنيابة عنك. لا يا بارني، هذا خطأي. إن أردت يمكنني تعليمك كيفية إنجاز فروضك بنفسك. هذا رائع، ولم تحتاج إلى مساعدتي لتعرف الإجابة. بارني، بعد أن تعلمت أخيراً الجمع والطرح يمكنني أن أبلي حسناً في صفي. لن أغش ثانية، سأكون الأول في صفي حقاً. منذ ذلك اليوم أصبح تيدي ينجز فروضه دوماً بنفسه ويتعلم كل دروسه، وجعل أستاذه يفتخر به.